عايز اقول لكل اخواتي وحبايبي اللي ناجحه في ثانويه عامه الف الف مبروك، واللي ما وفقوش السنه دي ان شاء الله ربنا هيكرمه السنه الجايه، وما تزعلش وما تقلقش. يلا بقى نحتفل مبروك والفرحة قوية، يعني نتيجة الثانوية أولاد وبنات فرقوا شربات ادخلوا بقى عالكلية، وسع لنجوم الشاشة أبطال عملوا الجلاشة، خلص الموضوع أحسن مجموع ومفيش ولا كحكة يا باشا، وتعبنا كتير وشقينا يعني عملنا اللي علينا، وطريق مشيناه وبفضل الله من وسط النار عدينا، لو حتى طلبت هدية ايفون ده هيبقى شوية طب وجامدين اصلي وناجحين، وتحية اسكندرانية. باي باي ثانوية عمه الجامعة بتنادي، هعمل فرح ولما مين يرقص قصادي، جايب 50% ناجح عالحروك روك، عبقري عم البشرية يعني بلاش تلوك لوك، المجموع ولا يشغلني كلها في الباص ترمى، كده كده ابويا هيبهدلني وهيعملني شاورما، ثانوية اضرب صواريخ تنسيق ولع شماريخ، علمي الجامدين لو جاب 80 هيجيله طب المريخ، وحزامنا هنسمع صوته كل المجاميع كتموتو، ادبي الحلوين لو جاب 60 هتجيله تجارة بلوتو. بمناسبة نتيجة الثانوية العامة عايز اقول لكل اخواتي الف مبروك، واللي موفقوش السنة دي ان شاء الله ربنا هيكرمه وينجح السنة الجاية بإذن الله. يلا بقى هنقوله ايه؟ باي باي ثانوية عامة، هعمل فرح ولمة واجيب كتبي القديمة بيهم هستحمى، امتحانات عقاب وحرقة الاعصاب، فلوس دروس اكلوها بقيت بكح تراب، خلصنا من السناتر فرهدة تخنق يا ساتر، الترم كله هريح اخر اسبوع هذاكر، في الثانويه نجحنا يا عم شطبنا ارتحنا من الهم، شد وضغط وحرق الدم لما بقينا شبه المجانين، يلا هنبدا الاحتفالات اضربوا نار فرقوا شربات، مبروك احلى اولاد وبنات عالكليه خلاص رايحين،